بس نحكي لكم اليوم على امرأة عظيمة في دومين الفن اللي هو في الغناء. يعني بوها جاي من زير البر تونس يلوج على خديمة وجاب عائلته معاه. أما هي تولد في تونس عام 1914 في البادية من الشام الغربي التونسي، ومنها هبطت العاصمة تخدم في الديار المغبونة مسكينة، خدمة في دار محمد باي خو سيدي المنصف باي. الدنيا ضحكت لها كيف بعث لها ربي الباجي، مش قيد السبسي، الباجي السرداجي، عازف عود وعنده فرقة. كان ساعات يجي يعمل حفلة وحفلات نقوله في دار السيد اللي تخدم عنده. نهار وهي تغني بالصدفة سمع صوتها خارج من دهليز، تعرف عليها وتبناها وعمل لها حفلة حضر فيها سي المحامي المنصف العقبي اللي هز معاها في سهرية لدار سي مصطفى صفر شيخ المدينة ومدير الرشيدية في الوقت هذاك، وعطاها وقتها زيت الأيام يعني، وعطاها دار وشهرية وبدأت يعني ترفع لها أمورها وطلب منها باش تجي تغني معاهم. ومن وقتها بدأت الرحلة سمحوني، بدأت ما نعرفش نقرأ لا غالب، بدأت الرحلة أول مرة ما يسالش وما نتحيهاش هذيا. ومن وقتها بدأت الرحلة ووصلت لفرقة الإذاعة وولات المطربة الأولى بدون منازع في وقتها ووقتنا، ولقبوها بسيدة الغناء التونسي. هي صلوحة بنت إبراهيم بنت عبد اللطيف، واللي هي صلوحة الحناشي، واللي هي السيدة صليحة.